خلال الأسبوع الماضي أدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامي تعديل على التعميم 161 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وأعلن عن التعديل من بعد ما خرج من اجتماع ترأسه رئيس الحكومة ووزير المال. واستناداً إلى التعميم 161 الصادر عن المجلس المركزي في مصرف لبنان، تمت إضافة بند بيعطي الحق للمصارف بزيادة الكوتا اللي بيحقلها شهريا انه تسحبها بالليرة اللبنانية، وصار فيها تاخدها بالدولار الامريكي على منصة صرف، يعني رح تشتري الدولار الورقي بمصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية اللي بحوزتها او لدى عملائها على سعر منصة صرف ومن دون سقف محدد. ووفق الحاكم فان هذا التعميم بيهدف الى تقليص حجم الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة، وعملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة رح تكون بين البنك المركزي وبين البنوك التجارية، وهالشي في محاولة لتخفيف قدر المستطاع على سعر الصرف والضغط على سعر الصرف في السوق السوداء من بعد ما بلغ مستويات قياسية جديدة تجاوزت عتبة 33 ألف ليرة للدولار قبل ما يتراجع إلى حدود 23 ألف ليرة في أعقاب صدور هذا التعميم. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل رح تصمد المفاعيل الإيجابية لهالتعميم في لجم سعر الصرف أمام جنون الدولار ومساره العام التصاعدي؟ أولا، هناك شكوك حول ما إذا كانت المصارف ستتجاوب بشكل مطلق مع التعميم نظرا إلى عطشها الدائم للدولارات الطازجة، وما إذا كانت ستلتزم بصفوف معينة بشكل استنسابي بين مصرف ومصرف آخر، بين مودع ومودع آخر، أو حتى بين زبائنها الشركات والأفراد. ثانيا، قد نشهد عملية حرق لحوالي 250 مليون دولار في وقت نحن بأمس الحاجة إلى كل دولار، وفي ظل عملية توزيع قد لا تكون عادلة، وفي وقت قد تذهب فيه هذه الدولارات إلى جيوب المضاربين والصرافين والتجار النافعين. ثالثا، إذا كانت هذه الدولارات متأتية عن احتياط الإلزامي أو عن حقوق السحب الخاصة SDRs، فشي بشكل مزيد من الاستنزاف للمخزون الاستراتيجي بالعملات الصعبة بوقت نحن بأمس الحاجة إلى كل دولار لتمويل الإصلاحات المرجوة فيما بعد. رابعا، إذا كانت هذه الدولارات متأتية عن السوق السوداء أو عن شركات تحويل الأموال أو حتى عن السوق الموازية، وبما أن الطلب الحقيقي على الدولار يفوق حكما العرض الحقيقي للدولار، فمع شح العملة الصعبة المرتقب في السوق، خاصة إذا ما ذهبت الدولارات المركزية إلى جيوب المضاربين عوضا عن المودعين، قد نشهد هون موجات جديدة لشراء الدولار من السوق لتمويل هذا التعميم عبر ضخ كميات من الليرة، ما من شأن ذلك أنه يرفع سعر الصرف في موجة جديدة تشبه الموجة السابقة اللي رفعت سعر الصرف إلى 33 ألف، خاصة مع انعدام الثقة إذا ما بقي الوضع السياسي والاقتصادي على ما هو عليه. خامسا، مع تراجع سعر الصرف في السوق السوداء إلى مستوى سعر منصة صرف، فالمكاسب المحققة نتيجة الهامش اللي كان سائد بين السعرين اختفى فعليا، ما من شأن ذلك أنه يكبح نوعا ما الاندفاع الحاصل على المصارف لشراء الدولار، ما يعني خروج شريحة واسعة من المستفيدين من نعيم التعميم 161. سادسا، هذا التعميم سار المفعول لفترة زمنية محددة حتى هذه الساعة، ما يعني بأن مفعوله أشبه بإبرة مورفين مرحلية، مع شكوك بقدرة مصرف لبنان على الاستمرار لهذا التعميم مطولا وضخ المزيد من الدولارات من دون أن يؤثر سلبا على احتياطاته النقدية أو على سعر الصرف في السوق السوداء جراء عملية سحب الدولارات من السوق. وعندما يتوقف المصرف عن ضخ الدولار رح يعود سعر الصرف للتحليق مجددا إلى ما فوق 30 ألف أو أكثر. باختصار، اللي عم نشهده اليوم من تراجع في سعر الصرف في السوق السوداء ناجم أولاً عن تعديل التعميم 161 عبر الحديث عن ضخ مرتقب لما يوازي 250 مليون دولار دبل مصرف لبنان، وثانياً عن اندفاع حاملي دولار إلى بيع دولاراتهم سعياً لتحقيق بعض المكاسب جراء الهامش اللي بات أكثر ضيقاً بين سعر صرف السوق السوداء وسعر منصة صرافة، وطبعاً جراء المخاوف من مزيد من التراجع في سعر الصرف مع عودة الثنائي الشيعي إلى مجلس الوزراء، ما يخلق عرضا لا بأس به من الدولار الأمريكي، وإن لا يزال الطلب يتجاوز العرض، ولكن سرعان ما ستتردد مفاعيل هذا التعميم في ظل الشكوك حول القدرة على استدامة هذا الإجراء اللي بيتطلب توفر مستدام للدولار من قبل مصرف لبنان مع غياب الحلول الجذرية
كما هو الحال مع كل التعاميم اللي صدرت في الآونة الأخيرة لناحية عدم جدواها، وذلك في استمرار واضح لعملية شراء وقود منذ ما يقارب العامين بانتظار الحل الجذري السياسي والاقتصادي لأزمة تعتبر من ضمن أسوأ الأزمات الاقتصادية حول العالم منذ ما يقارب القرن من الزمن.